انا عندي شركه يا فندم ليها اعلان في المزاد ده ولديها حكم قضائي لانها خدت ترخيص وما عرفتش تركب، فراحت المحكمه وخدت حكم بالزام المحافظه بتركيب الاعلان. كويس. بعد ما ركبته صدر هذا القرار وبعت لها جواب اهو زيلي الاعلان ومعاها حكم والحكم معايا. قالوا لا زيلي الاعلان دي لسه مركباه. الشركه دي صاحبها قال لي الاتي، قال لي انا هخرج ولادي من المدارس لاني لازم مش هقدر ادفع مصاريف، ما هو ما عندوش الا الاعلان ده، هو لا يملك وشركته كلها قائمه على الاعلان ده. قال لي انا هضطر اخرج ولادي من المدارس وادخلهم من المدارس العاديه مش هقدر ادفع المصاريف. وبكى. قول لي كرئيس شعبه وراجل مسؤول عن مصالح الناس دي اعمل ايه؟